قد تنقل مثل هذه الصور جزءاً من واقع المدن التونسية، بعضها يمثل وجهة للراحة والابتعاد عن ضغط الحياة بما تحويه من مناطق خضراء وفضاءات مفتوحة للعموم وبنية تحتية جيدة، فيما يبدو البعض الآخر مكتظاً بالبناءات حيثما وليت وجهك، توسع عمراني، أوساخ، طرقات غير مهيئة، وانعدام كلي لفضاءات الترفيه. وبين هذا وذاك واقع مدن يقول العديد إنه تراجع في السنوات الأخيرة. عنا مدة معناها بلادنا كانت محلاها ونظيفة، قاعدة معناها برشا أمور قاعدة معناها ترجع بالتوالي، كل البنية التحتية كالطرقات شيء أسف ياسر، أنه الوسخ مستحفظوش على البيئة. توسع العمراني ما ثمش نقطة ما خلوها سالمة، ما بنوش فيها وما ضروهاش والمناطق الخضراء ما قعدتش خلاص، ما عادش كلها بني كلها ونظافة في بلايص بلايص، فهم بلايص نظيفة فهم بلايص لا ما فيهيش لا دار شباب لا منتزه. من ناحية النظافة، من ناحية المناطق الخضراء، من ناحية الرعاية، ما عادش ثم رعاية بالمناطق الخضراء، ما عادش شوفوا ثم تراجع في برشا حاجات، في نتاع الملاهي نتاع الأطفال. وإن كان هذا هو الموجود فإن المنشود لا يتحقق إلا إذا ما تضافرت الجهود لتحسين وتغيير واقع المدن من حيث النظافة أو البنية التحتية وغيرها حسب العديد. هي ماذا بينا مدينتنا فهمتي كما أقول، والناس كلها جهود الظافر من العملاء، من الموظفين، من المواطن، من المسؤولين. الظافر الجهود، النظافة ساعة. ماذا بينا نحن بالأحياء الشعبية يعملون حويجة باهية راقية منظمة باهية، لصغيراتنا تيرا يلعبوا فيه، دار شباب يتثقفوا فيه، ما يمشوش للانحراف. مدينة جميلة ونظيفة وتونس الخضراء نحبها وتعز عليا لي ولولادي غدوة. تونس خضراء وإن شاء الله حية وإن شاء الله تتقدم. بمناسبة اليوم العالمي للمدن والذي يصادف 31 من شهر أكتوبر من كل عام، تستكشف طرق إطلاق العنان للاستثمار التحويلي في التخطيط الحضري وتحقيق اللامركزية المالية الكافية، فهو فرصة للتركيز على العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة لضمان مدينة أجمل.